تم دخول قوات جيش إسرائيل إلى المخيم وتم محاصرة الشباب وقاموا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر. فبعد دور اشتباك عنيف داخل المخيم أكثر من ساعتين تفاجأت أنا إن أنا مأسير محرر قاعد الناس تيجي تسلم علي أنا وابن عمي بالدار. سمعنا صوت شاب عم بنادي الحقوني فقمت أنا وابن عمي لنشوف مين هو الشاب. فتفاجأنا على باب الدار إنه الشاب فتح أبو رزق وقاموا بإطلاق النار علينا باتجاه الدار. أكثر من 30 طلق عشان ما نرضاش نسعفه ولا ننقله إلى المستشفى. إصابة ابن عمي وهو جوا الدار طخوا على الباب علينا فتصاب ابن عمي بيديه وجريه فما عرفنا نطلع جوات الدار وانحشرنا جوا.